بسم الله والحمد لله بالتمام والكمال، واجعلنا اللهم من أهل الإسلام حقا، ومن أهل الإيمان حقا، ومن أهل الإحسان حقا. نكمل مع الآية الكريمة: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وابتليك الكرات، وانت هو احتوى على خيرات لا متوقع، لأنك انت علمك سطحي ومنجمش تغوص في حقائق الأمور وتمشي كما يحب إبليس يغرك، يقول لك القبيح عنده جميل فيدي تبعك إليه، لأنه زين لك الاختيار. وليس الاختيار مش اختيار، اختيار هو، وهو هذا بالاختيار هذا اللي مش تعمل به أذاك وأهانك وسلب لك قطرا كبيرا من الكرامة اللي أحسن الله إكرامك بها. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والخير الكثير تبدأ المرأة مباركة وتمنحوس الحق اللي يجبك تتبعه، أن تقدرها مع اشتهينا، أن تشتهي عشرتها لا تستثقلها ولا تتأفف بكلامها ولا تنقص من رأيها. وأهل المجر والسلام علينا أهل الإسلام والإيمان والإحسان.